الثانية. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ اشتقت لكم كثيرا وأحضرت لكم قصة جديدة وأيضا مفيدة وأيضا جميلة. لمتابعة هذه القصة مع أصدقائكم بإمكانكم ببساطة مشاركة الرابط. قصتنا لليوم هي الفرصة الثانية. نكبر ونتعلم أشياء جديدة كل يوم، هكذا حالنا نحن الأطفال، إلا أني في خلال الصيف الماضي تعلمت أموراً غيرت حياتي إلى الأبد. بدأت القصة عندما قرر والدي إرسالي إلى الريف، على الرغم من أنني لم أرحب بالفكرة في البداية، إلا أنني سرعان ما تقبلت الأمر وحزمت أمتعتي استعداداً للرحيل. في اليوم التالي وجدت نفسي في بيت جدي وجدتي نتبادل الأحاديث. كنت قد وصلت في الصباح الباكر، ومنذ وصولي وأنا جالس القرفصاء في مكاني أشرب الشاي وأصغي لحكايات جدتي الممتعة. أما جدي فقد غادر باكرا. في الغد خرجت أتجول في القرية. كانت قرية التفاح كما يسمونها تقع بين جبلين شاهقي العلو، يفصلهما نهر على ضفتيه بساتين واسعة من أشجار التفاح والرمان. وفي ذلك المكان قضيت أيام الصيف. كان كل شيء يجري على ما يرام، لكنني بدأت أحس بالملل. ومن أجل تجاوز هذا الإحساس الرهيب حاولت التفكير في شيء ما لأشغل به نفسي، وكالعادة وجدت ضالتي. كنت قد لاحظت شيئا غريبا، وهو الاختفاء المستمر لجدي، فقد كان يغادر المنزل في الصباح ولا يعود إلا بعد غروب الشمس. وهكذا قررت أن ألاحقه في المرة المقبلة. في اليوم التالي تناولنا الفطور، وكما توقعت غادر جدي خلسة، فتبعته بخفة، ثم بدأت في اقتفاء أثره خارج البيت. وكان قد مشى بمحاذاة النهر لمسافة طويلة، ثم فجأة استدار نحو اليمين واختفى بين الأشجار. وكي لا أفقد أثره بدأت في الجري حتى وصلت إلى المكان الذي انعطف فيه وانعطفت بدوري. حينها حدث ما لم يكن في الحسبان، كان يعلم بوجودي، فبعد أن استدرت وجدته أمامي مباشرة. جلس جدي تحت ظل شجرة تفاح، وجلست قربه وأنا لا أكاد أرفع عيني عن الأرض من شدة الإحراج. توقعت أن يعاتبني على فعلتي، إلا أنه لم يفعل. نظر إلي وسألني: هل تود معرفة أين أذهب كل يوم؟ سوف أخبرك إذن. ابتسم ابتسامة ماكرة ثم تابع: لكن ليس قبل أن أحكي لك قصة. فوجئت لقوله، فأنا لم أكن أعلم أن جدي يحب الحديث إلى هذه الدرجة، ولكنني التزمت الصمت وتركته يحكي. انتظروا، لا تذهبوا، لم تنتهي القصة هنا. تابعوا الفيديو القادم ولا تنسوا مشاركة الرابط مع أصدقائكم.